خبر صادم لكل البشر، والأيام على الأرض بقت معدودة لأن اللي حظن منه العلماء بدأ يحصل بالفعل، والخوف من المستقبل بقينا بنعيشه في الحاضر. الشمس قررت تفاجئ البشر، لكنها مفاجأة غير سارة، وتوهج الشمس هيكون في نهاية الأرض. أشعة غامضة هتضرب الأرض الأيام اللي جاية. يا ترى إيه اللي بيحصل في الفضاء؟ وإيه هي الأشعة اللي هتيجي من الشمس؟ كل ده وأكتر هتعرفوه في الفيديو ده من 5 بالعربي. تحذيرات كتيرة ظهرت خلال الفترة اللي فاتت من أشعة غامضة هتوصل الأرض، وكان على رأس التحذيرات دي اللي قاله البروفيسور سيرجي يازيف، كبير الباحثين في معهد الفيزياء الشمسية الأرضية، واللي وضح إن الأرض هتشهد خلال الأيام اللي جاية ضربات متتالية من سحب البلازما الشمسية اللي هتسبب عواصف مغناطيسية. ورصدت المراكز الفلكية مجموعتين كبار على الأقل من البقع الشمسية والمناطق النشطة على سطح الشمس، واللي بتولد مجالات مغناطيسية قوية جداً بتولد التوهجات الشمسية. ويوضح يازيف إن نشاط التوهج الشمسي ارتفع من يوم 3 مايو ووصل لمستوى عالي جداً، وسجلت خلال 3 أيام بس من 3 مايو ل5 مايو 56 توهج، بما فيها 3 توهجات قوية جداً من فئة إكس، وفي 6 مايو حصل أقوى توهج من كذا شهر من فئة X4.5. التوهجات دي بيصاحبها انبعاثات من سحب البلازما الساخنة اللي بتطير بعيد عن الشمس بسرعة هائلة، ممكن توصل لألف كيلومتر في الثانية. وتابع كلامه وقال إن بعض السحب دي للأسف بتوصل للأرض، ومعنى الكلام ده إن حدوث العواصف المغناطيسية أمر لا مفر منه، فإذا كانت العواصف دي قوية فهنشوف ظاهرة الشفق القطبي حتى من خطوط العرض الوسطى. عالم فيزياء الشمس الأرضية قال إن الشمس خلال 4 أيام متتالية كانت بتطلق دفعات من البلازما بتستغرق من يوم ونص ليومين علشان توصل للأرض، يعني ممكن نتوقع حدوث عواصف مغناطيسية على الأرض تستمر كذا يوم ورا بعض. علشان كده الأرض خلال الفترة دي هتكون تحت تأثير السحب البلازمية، واللي هتوصل واحدة ورا واحدة لمحيط الأرض من الشمس. العواصف المغناطيسية البسيطة ملهاش أي تأثير خالص على الشبكات الكهربائية وعمل الأجهزة الإلكترونية، وكمان ممكن الناس ما تحسش بيها. والعواصف المغناطيسية المعتدلة في بعض الحالات هتسبب ضغط على التيار الكهربائي وعلى حركة المركبات الفضائية والشفق القطبي، أما العواصف المغناطيسية القوية بتأثر بشكل مباشر على أنظمة الطاقة، وهتتسبب في انقطاع الملاحة عبر الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية. وفي الحالة دي هتحصل ظاهرة الشفق القطبي بالقرب من خط الاستواء، والعواصف المغناطيسية التقيلة بينتج عنها مشاكل في التحكم بالطاقة الكهربائية وأجهزة الحماية، بالإضافة لإمكانية حدوث تيار كهربائي في أنابيب المياه وتدهور الملاحة عبر الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية. أما العواصف المغناطيسية القوية جداً هتتسبب في مشاكل كبيرة جداً في شبكة الكهرباء، وربما تؤدي لإغلاق كامل وأعطال خطيرة في تشغيل الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية، بالإضافة إنه ممكن يحصل ظاهرة الشفق القطبي في المناطق شبه الاستوائية.